فندق الاقامه. هنفضل مكملين مع حضراتكم وان شاء الله نطمنكم اول باول. زميلنا كريم احمد من هناك ومتواجد مع البعثه الان، يمكن في ظرف 10 دقائق ربع ساعه الكل يبقى متواجد مع بعضه. هنفضل مطمنين حضراتكم او هنفضل مكملين مع حضراتكم علشان نطمنكم على بعثه النادي الاهلي بعد هذا التاهل الصعب. تاهل صعب يا بلال، في وقت صعب، في ظروف صعبه جدا، وفي حملات تشكيك وتحريض غير طبيعيه خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا من قبل الانديه المنافسه. طبعا المهم والاهم في المباراه دي هو الصعود، زي ما اتكلمنا الاستوديو اللي فات يا اسلام، قلنا انت بتلعب مباراه، اتكلمنا برضه عن مباراه النجم الساحلي، قلنا الهدف من مباراه النجم الساحلي هو المكسب فقط لا غير. ايوه الاداء ممكن ما يكون يعني ممكن ما يعجبش ناس كثيره جدا، لكن المكسب الاهم في مباراه بيبقى المكسب فيها هو الفاصل بالنسبه لك مهما كان مستوى الاداء. كان الكباتن اتكلموا على اجواء المباراه واجواء ما قبل المباراه، انت اتكلمت على اجواء ما قبل المباراه والشحن الكبير جدا جدا، ودي حاجات بتاثر على اللعيبه نفسيا داخل الملعب. ولكن النهارده الاهلي يمكن من اميز فتراته اللي شفتها له النهارده بره ملعبه. الاهلي مميز النهارده بشكل كبير، استحواذ النهارده بشكل كويس، فرص كتير اكتر من الهلال النهارده، التحامات الكره المشتركه كلها صالح لعيبه النادي الاهلي، بنلعب بروح عاليه جدا كل اللعيبه النهارده داخل الملعب. مش مهم ان الفنيات المهارات الفرديه مش مهمه بالنسبه لي، المهم ان انا انت بتتفرج على فرقه عارف ان هي مش هتتغلب النهارده. يعني احنا بنتفرج على الاهلي عارفين ان خلاص النجم الساحلي فرقه الهلال مش هيقدر يسجل هدف في النادي الاهلي باي شكل من الاشكال ما قبل التوقف اللي حصل قبل المباراه. التوقف طبعا يعني يخرج اي لعيب من الملعب، انت بتقف ربع ساعه وبعدين ترجع للمباراه تاني، صعب جدا 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 على اي لعيب ان هو يستعيد تركيزه بشكل كبير جدا، يستعيد كمان الحماسه بتاعته، يستعيد كمان يعني القدره البدنيه بتاعته اللي هو محتاج خلال ربع ساعه انك تسخن كمان 10 دقائق عشان تنزل لاجواء المباراه، وانت كمان ما تعرفش اذا كان الحكم هينهي المباراه ولا هيعيد المباراه، هيستكمل المباراه مره ثانيه. فالمكسب النهارده انك تصعد، وهو ده اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي، هو ده اللي لعب عليه النادي الاهلي النهارده. احنا قبل المباراه قلنا عندنا هدفين، يا اما تكسب وده الحل الافضل والامثل بالنسبه لك، يا اما انك تخرج بنقطه التعادل وبكده تضمن التاهل لدور الثمانيه. التاهل لدور الثمانيه انت كفريق او انت كنادي اهلي، مش كفريق عادي، كفريق انت كنادي اهلي انت بتلعب على البطوله. يعني في ناس تقعد تقول احنا خدنا ثاني هنلعب يا مازيمبي، هنلاعب سان داونز او الترجي، مش مهم تلعب مين، انت فريق بتلعب على بطوله، مش مهم، المهم ان انت عديت المراحل الصعبه جدا بالنسبه لك. انا بشوف ان المجموعه دي ومجموعه الترجي هما اصعب مجموعتين في الاربع مجموعات دول، او الاهلي تحديدا اصعب مجموعه. تبص على النقاط 12 11 10 نقط، انت بتتكلم في مستوى متقارب تقريبا. يعني الاجواء صعبه جدا جدا النهارده يا اسلام على اي لعيب. النهارده اساس بتتحدف، طوب بيتحدف، اللعيبه بتخرج من تركيزها اوقات كتيره جدا. لعيبه الهلال النهارده اجريسيف بشكل غير طبيعي، بيلعبوا على بخشونه غير طبيعيه قد تصل الى حد التعمد في بعض الاوقات، ده ياثر على الاداء في الملعب. ومع ذلك كان في ثقه من لعيبه النادي الاهلي النهارده، ثقه من معظم لعيبه النادي الاهلي النهارده، كان في ثبات في الحاله الدفاعيه، الثبات النفسي كان موجود النهارده، وكانت اللعيبه على قدر المسؤوليه. دفاع النادي الاهلي النهارده كان هايل جدا، عجبتني الطريقه اللي لعب بيها فايلر النهارده، الطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها النهارده، انك وجود اثنين قدام الاثنين السنتر باكس والاربعه اللي موجودين قدام الاربعه الموجودين في خط الدفاع ان هم ما يهاجموش بشكل كبير عشان ما يديش مساحات للسرعات لعيبه السودان تشتغل فيها، ده فكر رائع من فايلر النهارده. تغيير فكره النهارده هو اللي وصل المباراه للحته دي. يعني لو فايلر كان استمر بالفكر بتاعه ان انا هفتح الجيم والعب جيم مفتوح انا النادي الاهلي، اعتقد المباراه هتختلف عن كده تماما. لكن حرصه النهارده وتغيير فكره داخل الملعب مع تنفيذ اللعيبه للفكر ده ادى بان المباراه تخرج، كانت ممكن تخرج لصالح النادي الاهلي لولا العطله اللي حصلت ولولا الحوار اللي حصل النهارده. تمام كابتن فتحي، يعني خليني برضو اتكلم